مساء الخير. بشكر الجميع اللي حضروا، وبشكر كمان المجلس الوطني للثقافة اللي دعاني. هي المحاضرة أقرب إلى دردشة، يعني في بعض الملاحظات اللي حضرتها امبارح كنت حابب أقراها عليكم وبعدها نتناقش فيها، يعني مشان ما أكون كتير نظرياتي، يعني ما كتير أدخل بالنظرية. طب تعرف الترجمة على نحو بسيط بأنها إنشاء نص بلغة معينة، فيكون بذلك نسخة عن نص بلغة أخرى لأهداف عدة، ثقافية أو سياسية أو علمية أو للتواصل فحسب. ولا يخفى على أحد ما أدته هذه العملية أي الترجمة من دور فعال، بل أساس في تطور الحضارات بين اليونانية والعربية، بل حتى الحضارة الغربية الحديثة. وربما كنا الآن لولا الترجمة لا نزال نرسل رسائلنا مع الحمام الزاجل، ولربما كنا لا نزال نعبر عن تواصلنا الاجتماعي برسائل شفوية مباشرة يخنقها أحيانا خجلنا الذي انقلب فجأة شجاعة عظيمة وربما وقاحة في زمن الحضارة، وهذا مبحث آخر. وهل لكل الأبحاث التي سبرت غور هذه العملية دور في فهمنا لها وتطبيقها في ساحة العمل؟ تعجبني جملة قرأتها مرة تقول إن الترجمة هي مكان يتموضع بين الأمكنة، أو لنقل في المكان الثالث، فهي ليست اللغة الأصلية بالتأكيد وهو المكان الأول، ولا تستطيع أن تصل إلى المكان الثاني أي اللغة الهدف، فهي مكان ثالث، أو هي تتراقص بين مكانين. لربما قوى هذا من إمكان بناء معرفة جديدة، لأن المعرفة أصبحت راكدة في المكانين التقليديين، وأصبح ثمة حاجة إلى بناء معرفي جديد، وهذا ما تحققه الترجمة وحققته بالتأكيد على مدى أزمنة الحضارات. أضرب هنا مثالا جملة شكسبير الشهيرة: To be or not to be, that's the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing in them to die, to sleep no more. ما بدي طول كفيها، يعني طويل بالإنجليش. لا يمكن بالنسبة لهاي المقطع الشهير لشكسبير، لا يمكن لترجمة جبرة ولا لترجمة صبيحة أن تخلق نصا مطابقا في لغته لنص شكسبير. وهنا أتحدث في المعنى وفي اللغة وفي الصوت أو التون أو اللحن الذي يخلقه النص الأصلي. ولا يمكن بالتأكيد للغة المنقول إليها أن تعبر عن كل ذلك، لأن ما ذكرت مزايا تخص اللغة عينها، إنما الترجمة خلقت فحسب نصا جديدا تائها بين اللغتين، وهذا سر جمالها. أقتطع هنا من ترجمة جبرة لنفس المقطع، to be or not to be، ترجمة جبرة: أأكون أو لا أكون، ذلك هو السؤال، أم أنبل للنفس أن يصبر المرء على مقاليع الدهر اللئيم وسهامه، أم يشهر السلاح على بحر من الهموم وبصدها ينهيها، نموت ننام وما من شيء بعد. ومثال ثاني من ترجمتي أنا لهاملت شكسبير، ستصدر قريبا عن دار كلمات: أحيا أو أموت، تلك هي القضية، أيهما أنبل في العقل، أن أحمل بصبر مقاذيف القدر العنيف وسهامه، أو أشهر السلاح في وجه بحر البتاعب وبمواجهتها أقضي عليها، أن أموت، أن أنام ولا شيء أكثر. وبالنوم نقول إننا ننهي وجع القلب وآلاف الصدمات الطبيعية التي أورثها الجسد. هنا القصد، يعني مهما حاولت لغة الترجمة مستحيل أن تصل إلى اللغة الأصلية. يعني القصد النص المترجم هو نص تائه، هي الفكرة اللي عم احكيها، تائه بين اللغتين. لا هو يستطيع أن يقدم اللغة الأصلية لأنه ليس منها أصلا، حتى عندما يقدم نفسه بلغة جديدة
يتوه عنها. يعني أنا قدمت ترجمتين، واحدة لهاملت لجبرة، واحدة إلي شخصية، فكل واحد في وادي يعني. وربما يكون هناك اختلاف أنه هي أجمل، هي ألطف، هي أدق إلى آخره، أوكي. لكن مهما حاولنا أنا أو جبرة أو أي مترجم عظيم الشأن أو أي مترجم، ما رح نقدر أبدا، لن نستطيع أنه نجيبها، يعني أنه نجيب النص. هي اللغة التائهة، هي الترجمة اللي أنا عم بحكي عليها. رح أقطع لأنه طويل المقطع. في مقارنة للنصين، أنتقل إلى مسألة مرتبطة، وهي تغير اللغة. هل تتغير اللغة بين زمن وآخر، أو حتى بين نص وآخر وكاتب وآخر؟ بالطبع تتغير، وهذه ديناميكية تعلمتها من التجربة ومن القراءة طبعا. فقبل أن أجرب حظي في الترجمة كنت قارئا نهما، وهذا طبعا شرط واجب في من يرغب في أن يسلك درب الترجمة، فإن لم يكن قد قرأ عشرات الكتب في الأقل فلا يقترب. المهم، لطالما كنت ألاحظ أن روايات كثيرة كتبت باللغة نفسها، وهنا أقصد باللغة نفس المترجم في الكتابة، لأن مترجمها واحد. هون عم بقصد يعني مثلا تقرأ أنت أدب لاتيني كامل لعدة كتاب كتبوا بالإسبانية أو البرتغالية مثلا، والمترجم واحد، فأنت بالأخير شو بيصير عندك باللغة العربية؟ نص واحد. بيصيروا كل هالكتاب هم كاتب واحد، لأن المترجم ما بيراعي أنه هذا الكاتب غير هذا الآخر. يعني هذا مثلا من عيوب الترجمة، هي عم نحكي فيها، لأن مترجمها هو. فأصبح لدينا موروث أدبي كامل لكتاب عديدين على مر الزمن، منقول بلغة واحدة لهذا المترجم الوحيد. وبعد عملي في الترجمة أيقنت أن اللغة يجب أن تتغير مع تغير كاتب النص الأصلي، إذ من الطبيعي أن تتغير اللغة مع تقدم الزمن، وهذا تطور فيها وليس تغييرا أو عيبا، بل أزم أنه مرونة تحافظ على وحدة اللغة وجمالها واتساقها ومزامنتها مع تطور بقية العناصر البشرية. وهذا السبب كمان اللي خلى دار كلمات تطرح أنه نرجع نترجم شكسبير من جديد، لأنه من يقرأ شكسبير بلغة جبرة، يعني ابن هلا ما رح يفهم لغة جبرة. وإذا استطعنا تقديم نصا جديدا لويليام شكسبير بلغة عربية بلغة متوافقة مع، أنا أعتبره وغيري كمان بيعتبره تطور في اللغة نفسها، على عكس ناس بيقولوا أنه إسفاف اللغة. يعني لا لا، ممكن نحن، وأنا ترجمت روميو وجولييت كمان إصدار روايات، يعني قدر الإمكان كانت لغة قريبة، مفردات قريبة، مع المحافظة على جزالة النص نفسه. يعني نص شكسبير جزل، ما في أنا ميع نصه مثلا بالترجمة، لكن فينا بلغة حديثة معاصرة بدون ما يعني مفردات اللي كان يستعملها جبرة أو في زمن جبرة كانت يعني حاليا غير مفهومة. وبالتأكيد لا أقول هنا بمخالفة قواعد أو ثوابت أي لغة، بل العكس تماما، إذ على اللغة أن تتطور وتحافظ على قواعدها الأصلية في آن معا. طبعا مفهوم. ضربت مثلا ترجمتين لشكسبير، وأضرب مثلا هنا عن اختلاف اللغة بين كاتبين نصين لبول بيتي، وهو كاتب أمريكي معاصر. هلأ عم بحكي عن الاختلاف لما بترجم، لما حدا بترجم لكاتبين مختلفين زمانيا. فطبيعي بول بيتي ما رح يكتب بلغة دي اتش لورنس، وهو كاتب انجليزي شهير توفي 1930. اقتباس من بول بيتي رواية سلامبرلاند. علقت النتائج خارج القاعة، طبعا سلامبرلاند كاتب معاصر يعني كتبت من 7 سنوات. علقت النتائج خارج القاعة على لائحة رتبت فيها نتائج المتقدمين وفق ترتيب تنازلي. كانت هذه أول ورقة مطبوعة بالحاسوب أراها في حياتي. كان ثمة شيء جازم حول رؤيتي لاسمي وعلامتي فيركسون سويل 100% في أعلى اللائحة بخط أصبح اسمه في فترة لاحقة خط فيوتشرستيك تيلكس. شعرت بالمسؤولية، كان ذلك حقيقيا، واحدا تلو الآخر استدعونا إلى مكتب صغير. ولما جاء دوري استهل الرجل خلف الكرسي كلامه بخطبة خلابة عن الحرب الباردة وإيجاد مرشحين مناسبين للتدرب على هندسة الطيران وعلوم الذرة. ولما وصل في خطبته إلى كلمة مناسبين تمهل، طبعا الكاتب أسود يعني عشان تعرفوا الإيحاء الثقافي، ثم توقف أخيرا في منتصف خطبته الإقناعية. ولأنه أدرك عدم ملائمة المتأصلة في، لم يعد لديه ما يقول سوى يمكنك الاحتفاظ بقلم الرصاص الميكانيكي.
أقفز مشان أقطع أنا أقفز إلى اقتباس لدي إش لورنس رواية الديك الهارب. وعلى الرغم من ذلك كانت الحياة في أعماقه غير مروضة على نحو يبعث على التجهم، فعليه أن يمزق الحبل. لذلك صحى في أحد الأصباح من سبات، في الأصباح كمثال، الأصباح في اللغة جمع صباح، لكن لما أكون عم ترجم للغة معاصرة فكلمة صباحات مقبولة طالما لا تخالف النحو، يعني صباحات مقبولة أقرب من أصباح. أصباح ليست قريبة من ذهن من زائقة الجيل صباحات، مع أنه صباحات ليست سليمة لغويا، لكن يمكن قول هذا قصدي، يعني هذا قصدي أنه خلي اللغة تتعاصر، وهذا نقطة لصالح اللغة العربية. يعني هذا دائما في إشكالية صراع أنه يجوز أنه هالمفردة الإنجليش نعربنا ونساويها بالعربي، طب يجوز، يعني لازم تحافظ. شو سر مثلا تميز الإنجليش وسيطرته؟ لأنه لغة مرينة، فلغتنا العربية يجب أن تكون مرينة. يعني إذا في إشكالية بالأصباح نكتبها صباحات، هذا رأي شخصي طبعا عم بحكي، يعني مع أنه ما كثير من خريجين اللغة العربية بيختلفوا معي. فلذلك صح في أحد الأصباح، هذا نص لدي إتش لورنس كتب سنة وفاته 1903، وتمايل قبيل بزوغ الفجر تدفعه قوة مفاجئة، فقفز إلى الأمام على جناحيه فتمزق الحبل وزعق الديك زعقة وحشية غريبة، ثم بقفزة واحدة اعتلى الجدار، وهناك صاح صيحة عالية مزقت الهواء عالية جدا حتى أنها أيقظت الفلاح. في اقتباس آخر بين اللغة في أفضل، نادرات هن النساء اللائي ينتظرن الرجل المولود من جديد، لأن زهرة النيلوفر كما تعلمين لا تستجيب لكل حرارة الشمس الساطعة، بل تحني رأسها الخفي الداكن في الأعماق، ولا يرف لها جفن حتى ترتفع في الليل إحدى تلك الشموس النادرة غير المرئية التي كانت قد قتلت، ولم تعد تسطع بين النجوم في لون أرجواني غير منظور. مسألة أخرى يثيرها النص الأخير، كنت عم بقرأ، هل المترجم يجتهد في ترجمته زيادة ونقصانا أم أنه يترجم حرفيا؟ أعرف أن جل الزملاء والزميلات المترجمين قصدي، يعني لن يعجبه ما أقول، لأني ما فتئت أقرأ عن اجتهادات المترجمين وكيف أن المترجم الجيد هو من يترجم روح النص وليس النص حرفيا. طبعا هناك نظريات درسناها أيام الجامعة وقرأنا عنها تؤيد هذا الخط من العمل، وطبعا للزملاء مطلق الحرية في منهج عملهم وأحترمه لأنه تجربتهم، إنما أقول في الترجمة أرى أن لا مكان للنظريات الأكاديمية التي لا تتخطى حدود البناء الجامعي ولا تنزل إلى الميدان، لأن العلاقة هنا بين اللغتين، واللغة تجربة بشرية تختلف من فرد لآخر، وهذا أيضا مبحث طويل حول كيف تختلف اللغة بيننا. أقول عن تجربتي أنني ترجمت 22 عملا منها 17 عملا أدبيا، ولم أحد فيها عن الحرفية قيد أنملة، بل أزيد، إنني أعتقد أن الترجمة هي نقل حرفي بحت لمفردات اللغة الأصل مفردة بمفردة أو للدقة العلمية معنى بمعنى، إذ كيف لي أن أنقص ترجمة مفردة ما كتبها كاتب في اللغة الأصل، أو كيف لي أن أزيد مفردة ما لم يقلها في النص الأصل. التالي مثال عن ترجمة حرفية لقصة فيرجينيا وولف حدائق كيو، وهذا المثال يظهر مدى صعوبة إتقان الترجمة الحرفية حتى تتلائم والشكل العربي للغة، حتى إنني أنقل توقفات الزمن وعلامات الترقيم كما هي عند وولف. ولتجربتي مع فيرجينيا وولف حكاية ترجمة طويلة وناجحة، أجزم أنها في كل ما ترجمت لها مثال على تطبيق حرفية الترجمة. هي من قصة قصيرة حدائق كيو لفيرجينيا وولف، كاتبة مشهورة. من مشاتل الأزهار بيضوية الشكل هناك ربما ارتفعت مئات سيقان النباتات إلى أعلى منتصف الطريق، تتفتح عنها أوراق على أشكال قلوب أو على أشكال ألسنة، وتنشر في قممها بتلات حمراء وزرقاء وصفراء تميزها بقع ملونة بارزة على سطوحها، وفي فيء الألوان الحمراء والزرقاء والصفراء
عند عنق كل ساق ينبثق قضيب مستقيم خشن من الغبار الذهبي متشرذم قليلا عند نهايته. كانت البتلات كبيرة بما يكفي لتخفق مع نسائم الصيف، ولما تتحرك تمر الأضواء الحمراء والزرقاء والصفراء واحدا إثر آخر ملطخة إنش التراب البني تحتها ببقعة من أكثر الألوان تعقيدا. مسألة أخرى استشرفتها من عملي كمترجم أن لا مكان لعامل اسمه المحرر، إذ يجب أن لا يقوم، إذ يقوم عمل المحررين في الكتب المترجمة في وطننا العربي يعني إلى اللغة العربية لا يقوم إلا لسببين: أولا أن يغطي أخطاء جسيمة ارتكبتها ترجمة رديئة، أو أن يجمل نصا هو في الأساس نص عادي لأسباب تجارية تتعلق بالبيع. يجب أن نضع في حسباننا أن ما نراه رديئا قد يكون نصا جيدا، والرداء هنا مسألة نسبية. المهم ليس ثمة مسوغ لمثل هذا العمل، وأقصد هنا التحرير، لأن المترجم الجيد هو محرر نصه، ومهما كان المحرر جيدا فإنه بالتأكيد بسبب تلاعبه بكلمات الترجمة في سبيل الخروج بنص مبتع لابد سيحيد بالنص عن أمانته بالطبع، لأنه لا يقرأ الأصل ويحرر بناء على فهم لسياق الكلام. أما إذا قرأ الأصل وتدخل في الترجمة فهنا يعد مراجعا ولا محررا وليس محررا، وعمل المراجع أساس في عملية الترجمة. أخيرا لابد من وضع تعريف للمترجم. باختصار المترجم الجيد هو حرفي ماهر، وهنا أيضا قد يناقش بعضهم في أن الترجمة عملية إبداعية وأن المترجم مبدع وخلاق. لا أظن ذلك، فعمل الترجمة هو حرفة مثل النقش على النحاس أو الموزاييك أو مثل التصميم. طبعا فيما ذكرت من حرف ثمة إبداع، وضمن هذا الإطار ربما تكون الترجمة إبداعا. الفرق بين مترجم جيد ومترجم جيد آخر هو الاهتمام بالتفاصيل مثل اللغة السليمة وعلامات الترقيم وفهم الكاتب الأصل إلى آخره. أنهي بمقطع من ترجمتي لمسرحية روميو جولييت لويليام شكسبير. أسرتان على القدر نفسه من الشرف في فيرونا الجميلة، حيث تمتد أحداث مشاهد مسرحيتنا، تنشأ خصومة جديدة من قلب ضغينة قديمة، وفي خضم هذه الحرب الأهلية تتخضب أيادي الأهليين بالدماء، ومن عروق هذين العدوين القاتلة ستنتهي حياة عاشقين شقيين، وستقضي أقدارهما بأن يدفن موتهما معا صراع أسرتيهما، والرحلة المخيفة لحبهما المنتهية بالموت وغضب أهليهما المستمر الذي لم ينهي سوى موتهما سنراه في رحلة الساعتين القادمتين على مسرحنا. فمن تابع منكم مجرى هذه الحكاية بأذنين صابرتين مصغيتين فإننا سنسعى جاهدين إلى تعويض ما قد فاته. شكرا. إذا في أي أسئلة للنقاش مع المترجم أهد صبيحة. يعطيك العافية أستاذ أهد على هذه الكلمة. ما رأيك في من يقول من المترجمين عندما يتناول عمل يترجمه يبدأ بهذه العقيدة التي تقول أن الأفكار الأساسية للكاتب والكلمات لي، يعني سوف أترجم أفكار الكاتب، ليس بالضرورة تكون ترجمة حرفية أو ترجمة قريبة للنص اللغة المستهدفة، لكن أترجم الأفكار والكلمات لي أنا كمترجم. هاي ما عاد اسمها ترجمة أصلا، يعني الكاتب ناقص، يعني ناقصه كتابة ما بيعرف يكتب، يعني ليش بدي ترجمه أن ترجم أفكاره الأفكار؟ لا، هاي مترجمة، مترجمة إطلاقا، ولا ليس لها عرف لا نظري ولا حتى عملي. وكمان نحن منترجم حرفيا وأحيانا ما بنفهم الكاتب شو بده، فكيف إذا بدنا نجتهد؟ لا هاي في مين يلجأ له؟ ما بعرف، بظن في حدا بيلجأ له بحجة انه شو، انه القارئ ما عم يشوف النص الاصل، فانا بجنب النص وبكتب. لا، هون كمان هون ما فينا نخاف من امانة المترجم، هون بتضيع الامانة تماما، ما عاد في امانة حتى بنقل الفكرة.
يعني احنا عم نترجم حرفيا وعم نعاني من قصة الأمانة، كيف إذا بدي ترجم الفكرة؟ لا، غير مقبول. ألف شكر على هذه المحاضرة الجيدة. بعض الكتب القديمة جدا ترجمت ثم عادت ترجمتها من لغة إلى لغة، لأن اللغة الأولى مثلا غير مفهومة الكثير، يعني لأنها تستخدم كلمات قديمة غير مفهومة، فترجمت ثم ترجمت إلى لغة أخرى. هل هذا موجود الآن أم أن الوضع هذا انتهى وأصبح يعني قليل، لأن أصلا ترجمة قديمة جدا؟ هذا واحد. ثاني، أرجع إلى نفس السؤال، هل الترجمة الحرفية هي المطلب الأساسي للترجمة أم أن ترجمة روح النص؟ لأن اللغات أنت عارف اللغات يعني خاصة اللغة العربية فيها مفردات كثيرة وبحر أكبر من اللغات الأخرى، هل ترجمة روح النص أم نتقيد فقط في ترجمة الحرفية للنص؟ شكرا. هلا أنا أعطيت مثال إني ترجمت 21 كتاب، وفعلا بال 21 كتاب كنت حرفي تماما، حرفي كتير، ومع ذلك هناك إجماع على أنه ال 21 كتاب جيدين، ما نحن نقول ممتازين بس أنه جيدين. فلا لا ما 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 في شيء اسمه روح النص. ليش؟ لأنه أنت بدك يعني بدك تكتب، أنا مترجم روح النص، بدك توضح للقارئ، لأنه في عدم أمانة إذا أنا ترجمت روح النص وافترض القارئ أنني أترجم ما كتبه الكاتب. لا، بالنسبة للسؤال الأول ما عندي فكرة كتير، يعني شكسبير أنا ترجم شكسبير من نصه الأصلي، يعني هناك ترجمات للغة إنجليزية أحدث أبسط بغاية تعليمية، ما أنا بغاية قراءة، يعني الإنجليزي الرجل الإنجليزي بيعرف يقرأ شكسبير. اللغات غير الإنجليش ما عندي فكرة، ما عندي فكرة. هلأ إذا لغات مماتة أو قديمة جدا ومن الصعب قراءة، هلأ فهمة، هلأ الموضوع موضوع فهم، يعني ليش إن الإنجليش هي المنتشرة أكثر شيء؟ فهي اللغة إذا أنا مثلا لغة نقول سويدية، وإذا كان هناك سويديا لا يفهمها فستحتاج بالضرورة إلى نقل إلى سويدية مفهومة أو لغة أخرى، معلش، بس طالما غير مفهومة يعني صارت ميتة، يعني غير مفهومة لا أبقى، يعني حتى ميتة كيف أنه أنا إذا قريتها ما رح أفهمها؟ لا طبعا بترجمها، يعني إذا الإنجليزية القديمة تبع ويليام شكسبير وما قبله ما عادت مفهومة بلاها، بس هي مفهومة مثلا، ما بعرف أنا غير لغات ممكن يكون في لغات صعبة فيها هيك شيء. بالأمس كان الدكتور زواوي بغورة تكلم عن أزمة المصطلح في الترجمة، وكان يتكلم من ناحية ترجمة الفلسفة، علق أن كثير من المترجمين عندما يترجمون كتابا ما لا يشيرون إلى الترجمات الأخرى، بمعنى شخص ترجم لمثلا هيجل مثلا، شخص آخر يأتي بعده لا يشير إلى الترجمة الأولى ولكن يترجمها نفس الكتاب، فهل ما تعليقك على هذا القضية؟ ذكر الترجمة السابقة، يعني أنه الكتاب نفسه، أنا ترجمت كتاب غرفة تخص المرء وحده عن دار نينوى 2017 لفيرجينيا وولف، وكان سبق وترجم بال 2005 للدكتورة سمية رمضان بمصر، غرفة تخص المرأة وحدها. ليش بدي أشير إلى؟ هلا هي كل حالة بحالتها. هلا أنا ما بدي أحكي على حالتي لأنه هيك ما مناسبة. بس ممكن إيه، ممكن أنا ترجمة لم تكن بمستوى وترجمة جديدة أضافت. طبعا ممكن أحيانا صارت مثل موضة عند دور نشر بيعملوها موضة، يعني بس لأنه كتاب ناجح فبتجي الدار الثانية بتعيد ترجمته بس لأنه ناجح، أما لازم يشكل إضافة وما هو مغلط. أسأل أنا لأن أنا ما أهتم بالموضوع، ما يعني يمكن يكون إجابتك ممكن تكون خلينا نقول واضحة، ولكن أحب أسمع رأيك عن المحاولات للترجمة باللغة المحكية. أنا شفت بعض المحاولات في مصر لترجمة كتاب أظن الشيخ والبحر،
ما أعرف إذا طلعت على التجربة هذه، رأيك في الفكرة؟ و هذا رأي خاص يمكن، أنا مدافع عن اللغة العربية. في عنا مشكلة بلغتنا العربية، بالمناهج، بالمؤسسات التعليمية، بالجامعات، بالإعلام، أنه عم نكره الناس باللغة ببساطة هيك، يعني هيك بدي أحكي بشكل بالعامية، يعني عم نكره الناس بهي اللغة العربية، وإلا لغتنا العربية قادرة على التعبير عن أي حالة، عن أي صيغة، عن أي فعل، عن أي شكل من الأشكال. يعني لغتنا العربية قوية، قوية جدا. هذا اللي كنت عم بحكي فيه تبع أنه نحن دعوة نبسط اللغة، ما نموتها، وإلا طلع تيار بيقول لك أنا ما عم بفهم عن اللغة وبدي ترجمها للمحكية. ليش بترجمها للمحكية؟ يعني المحكية فيها إشكالية لن يفهمها إلا صاحبها. يعني هي صارت مثل يعني نفس إشكالية اللغة الميتة، يعني إنه غير المصري سيفهم. يعني أنا إذا براها بالمصري بدي أدور كل شوي أدور، بينما إذا كان بلغة عربية براح أدور. لكن هون النقطة المهمة، إنه علينا أن نهتم بلغتنا العربية، ولغتنا قادر. أنا أثبت بشكسبير بترجمة جديدة إنه قادر حتى بنص صعب وحتى بنص سهل قادر تعبر ببساطة. يعني ترجمة، هل الخطأ الشائع، نتكلم عن الخطأ اللغوي أو غيره، أفضل من المنقطع الصحيح المنقطع؟ يعني لو أخذنا مثال أن في أحد الحوادث صارت أن كتب الكاتب تنكة، فهي تنكة، لكن واحد من الآخرين زعل وقال هذه ليست لغة عربية، مفهومة أنها هي لغة، هي لهجة ليست لغة عربية. لكن أعطيت مثال أصباح وصباحات. صباحات ليست سليمة لغوية، وأنا أستخدمها لما يكون برواية حديثة، يعني له أصباح، بينما بنص دي إتش لورانس كتبت أصباح، أو بنص لفيرجينيا وولف. شو المشكلة إذا كتبت تنكي؟ العلامات الترقيم تسمح لك أن تكتب كلمة محكية وتحطها بين هلالين كي تشير للقارئ أن هذه الكلمة، هذه المفردة ليست عربية. يعني إذا استخدمت كلمة إنجليش أو كلمة محكية حطها بين طب التنكي ليش؟ يعني ما بعرف، أنا عندنا مجمع لغة عربية، ليش ما بيجيزها للتنكي؟ يعني شو المشكلة بتنكي؟ والتنكي ما أجت من فراغ، يعني أكيد أصلها تركي مثلا، أصلها فارسي، من أهل الشام نحن بنقول تنكي. إيه طب إلى أصل، يعني طب دخلها اللغة العربية، شو المشكلة بتنكي؟ يعني إيه إيه إيه. لا، أنا مع إنه نكتب تنكي يحطها بين قوسين، بين هلالين، والقارئ كمان عم يقرأ رواية ما نغشيم، يعني مش ولد بده يقعد يسرح والله شو هي تنكي. طب ما عرف تنكي، بيسأل، ببحث، بتنور، بتثقف مثلا، إنه ما فهمت. طبعا ما راح يكون في نص مغرق في العامية، يعني مو لهالدرجة المترجم ما راح يكون يعجز. يعني أنا أعطيك مثال برواية أنا راجعتها والرواية انتهت من مراجعتها، إجا كلام من مدقق تبع الدار إنه ليش كاتب جزمة. الكاتبة البطلة بالرواية إنه جزمة طويلة الساق، وهي عم تميزها بالكلام، يعني غير حذاء الكندرة للست، يعني فهي إنه لبست الجزمة ورفعتها وأنا مخنوقة وبدي أطلع وعم فكر وبدي شو، يعني تقول إنه طولت ولبست الجزمة، قال بدي أحطها كلها حذاء. فرض علي، قلت له يا أستاذ ما أنا مدقق لغة عربية، يعني أنا سليم بلغتي، سليمة وبعرف باللغة العربية وأشطر منك يمكن، بس إنه شو أنا أجزتها، يعني جزمة، ما رضي وخلى الدار. هذا الحكي مو بالكويت ولا بالسوريا، هذا بالسعودية، وخلى الدار تغير كل كلمة جزمة إلى حذاء. طب حذاء غشاشة، يعني ليش الحذاء بده يطول بلبسه؟ يعني أو الحذاء ذو الساق الطويلة، طب ما جزمة كلمة معروفة يعني، وإلى أصل يعني تركي يمكن ومعروفة. هاي كمثال، أنا مثلا بجيز اكتب جزمة طالما معروفة وشائعة مش غريبة على الأذن، يعني بينما حدا من المسؤولين عن اللغة العربية يتنازل ويعني هيك يطورها يعصرنا من العصرية مثلا. أنا مريح بالترجمة، يعني بقولهم دائما أنه خلي المترجم مرتاح بدون ما يخالف قواعد اللغة، بدون ما يسف اللغة، بدون قادر. يعني أنا أعطيك مثال خارج ترجمة، نجيب محفوظ كتب بلغة أشبه بالعامية، ورواية رائعة وأخذ جائزة عالمية
ومفهومة وكتب بلغة بسيطة نجيب محفوظ كتير بسيطة يعني تكاد يعني إذا استعمل أحيانا ده يستعمل ده حاطه بين قوسين ده مثلا أو استعمل سيدي ليس بمعنى سيدي لأنه يعني مرادف لمصطلح يقول الناس سيدي أوكي في المشكلة وكاتب عظيم يعني ما فينا نناقش بين نجيب محفوظ مثلا بالعكس أصلا سبب نجاح نجيب محفوظ أنه كتب في زمن آخر في زمن المنفلوطي كمثال يعني أقرأ المنفلوطي حاليا أنا ما فيني كفي 3 صفحات وأنا قارئ جيد ممتاز المنفلوطي صعب وفي زمن نجيب محفوظ أقدم من المنفلوطي كتبوا سوا لأنه نجيب محفوظ بسط اللغة بدون ما ولا فيها أنا أشك وأنا كنت أقرأ نجيب محفوظ أنا أصدق يعني دور أنه في عنده خطأ نجيب محفوظ ما عنده ما ترك لي فرصة أنا أنه لقي له خطأ لغوي نجيب محفوظ طب هاي شطارة يعني يكون مثلا نجيب محفوظ مش المنفلوطي نشكر الأستاذ أحد صبيحة على المحاضرة القيمة ونشكركم ونعتذر مرة أخرى عن الخلل الفني شكرا لكم شكرا يعطيك العافية